مرحبا بكم في لاشين ديالي دودي كوك. في الوصفه ديال اليوم غنديروا لا غوسيت ديال دانيت شوكولا. هاد لا غوسيت كتجي لذيذه بزاف وحسن ملي كتباع واجده في المحلات. كنصحكم باش تجربوها. غادي نحتاجو 750 مليلتر ديال الحليب اترو لا روب، عندي 30 غرام ديال الزبده من نوعيه الممتازه، عندي هنايا 60 غرام ديال الشوكولا، هذا سي لو فري شوكولا، شوكولا دو كوفرتور اللي النسبه ديال الكاكاو فيه كتكون طالعه باش يجي لو غو ديال طاني ديالنا زوين. عندي هنايا 120 غرام ديال النشا ميزانا، عندي 200 غرام ديال السنيده، ثلاثه البيضات، ساشي ديال الفاني وجوج ديال لي ساشي ديال الكاكاو. اول حاجه غادي ندير ساشي ديال الفاني ديالي في الحليب ونديرو يفيض فوق من البوطة. غادي تلاحظوا بلي راه نفس المراحل اللي كنوجدو بهم لا كريم باتيسيير. غادي نحطو فوق من البوطة، غادي ندير ثلاثة البيضات ديالي، عندي هنايا نشا سنيدة، نخلط مزيان حتى ما يبقاش لي داك النشا ديالي خارج برا. في هاد الاثناء غنزيد الحليب ديالي اللي كنت مفيضه ونحرك تحريك مستمر باش ما يطيبش ليا البيض ديالي. نرد لو ليكيد ديالي الحليب اللي بقى ليا ونرطو فوق من البوطه حتى يتجمع على تيكستور ديالو. كنبقاو نحركو مزيان تحريك مستمر حتى كتجمع لينا لا تيكستور ديال لا كريم ديالنا. كيف ما كتشوفوا راه بدا كيعقد. كنبقاو مستمرين في التحرك. وهيا لا كريم ديالتي بدات كتجمع كيف ما كتشوفوا. هنا فاش جمعت ليا حيت فوق من البوطه غنزيد عليها الزبده ما حتى باقا سخونه، نخلط مزيان حتى تذوب الزبده ديالي. غنزيد لي ساشي ديال الكاكاو ونزيد الشوكولات ديالي. كنحرك مزيان حتى تولي لا تيكستور ديال تحاليس كيف ما كتشوفوا. نقدروا سوا نديروها في دي فيغين كيف ما كتشوفوا في الصوره، ولا ديروها في كويسات ديريكتومون، نخرجوها ندخلوها للثلاجه باش تبرد. طريقه الاحتفاظ كنديروا الفيلم اليمونتير وكنلصقوه ديريكتومون على لا كريم باش كتحافظ على نفس القوام وما كتكرمش لينا من الفوق. انا غنزيد عليها شويه ديال الحليب وغادي نحشي بها واحد لي كاب كيك ديالي. لو ديسير ديالنا ها هو وجد. كيف ما قلت لكم كيبقى غير اننا ندخلوه للثلاجه حتى يبرد لمده 3 حتى 4 سوايع. درت الفيلم اليمونتير من الفوق حتى هو غير باش ما تشمش ليا الريحه في الثلاجه. كيف ما كتشوفوا ها هو وجد، بقى لينا غير نبردوه. كيف ما قلت لكم ها انا درته في واحد الكاس وقدمته مع شوكولا فيغميسيل. كنتمنى الوصفه ديال اليوم تكون عجبتكم. الا عجبتكم لا فيديو ما تنساوش تضغطوا على لايك وتشتركوا معايا في القناه ديالي الا كنتو اول مره كتشوفوا لي فيديو ديالي باش يوصلكم كل جديد.